قناة جنة تي في تقدم لكم. وش التواضع اللي وامرنا الله به؟ انك ما تشوف نفسك اعلى من الاخرين. صح انت مدير، صح انت صاحب شهادة، صح عندك فلوس كثيرة، صح ان عندك بيت كبير، بس انتبه، ترى إذا شفت نفسك أكبر من غيرك حينئذ فتحت على نفسك باب شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. إيش هو الكبر؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. إيش غمط الناس؟ يعني احتكارهم واستنكاص، فلان لا يهمك ما سوى شيء، فلان هذا طايح اللي في معاصي وفي ذنوب كثيرة ما يهمك، بس انتبه، هذا غمط الناس. يا أخي صح حصل حفظ القرآن ولا حصل شهادة، كثير اللي مثله، هذا غمط الناس. ولذلك انتبه، من أعظم أعمال القلوب ألا ترى لنفسك مكانا مرتفعا على غيرك، ما تشوف لنفسك فضل وزيادة بالنسبة لغيرك مهما كان، حتى لو صاحب ذنوب ولا معاصي انتبه، يمكن عنده من الطاعات ما ليس عندك، ويمكن في قلبه من الصلاح ما ليس عندك. لا تحق رحد، احفظ لسانك. الله يسعدكم في دنياكم وآخرتكم، أسأل الله أن يجعلكم موفقين في كل أموركم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم أصلح قلوبنا جميعا.